بتاعت النقل. في فساد ملف الطاقة ككل. انت يعني شميت ريحة مثلا انا بتهم حدا لكن نعم. انا عشان اكون يعني الكلام محسوب انا بقول في شبهة فساد. شبهة فساد كويس. شبهة فساد. في شبهة فساد بس انا سؤالي ولن نصرح بفساد الا قلت لك اذا تاكدنا مليون بالمية بالمية. السؤال اذا تاكدت مليون مية بالمية وبعد ما تمحص وتدقق الالف وثيقة نعم. الموجود بايدك وتوصلت هل يعني عندك القدرة انك تطرح القضية او تفجر قضية ما داخل مجلس النواب في هذا الموضوع؟ نعم ليش ما فجر صراحة؟ يعني اذا مجلس النواب ما بده يعبر عن قضية زي هذه ليش متعبر؟ لانه بصراحة موضوع الطاقة السخن ولا يزال وهو مطروح نعم. بس في لجنة الطاقة انت ما مدى التنسيق بينكم بين لجنة الطاقة داخل مجلس النواب؟ انا احد اعضاء لجنة الطاقة حلو. بالمناسبة في الموضوع هذا احنا قلت لك من بداية حديثي احنا لسنا مناكفين لاي كيان موجود داخل الحدود التنسيق والتعاون لا احنا 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 راح نكون بالعكس احنا راح نستقطب من اخواننا في مجلس النواب اي معلومه جاهزين اعطونا اياها وراح نتبادل معهم معلومات وراح يعني احنا راح نشتغل فوق الطاوله راح نشتغل تحت الطاوله ولا نشتغل في الظل راح يكون شغلنا كله فوق الطاوله ما يكون في عندنا شيء مخبى بالعكس احنا يعني همنا في النهايه هو مصلحه وطنيه نعم. ما في أي شخص باللجنة هذه يعني فيش ولا شخص في اللجنة هذه له مصلحة شخصية والأسماء عندكم وابحثوا عنها طب لا أنت عم تتناقشوا في هاي القضايا مع وزارة الطاقة بتاخذوا معلومات بعطوكم معلومات ولا بيحجب عنكم معلومات سيدي احنا يعني إنا مصادرنا عشان ما أكون احنا مصادرنا وحصلنا على المعلومات في شغلات كثير ترى منشورة على المواقع يعني موجودة موجودة صحيح. بس إذا بدك تدخل في تفاصيل المواقع هذه يعني تفاصيل خلينا نقول الداتا الموجودة هاي بتعرف أنت وين بس بدها ناس متخصصين هاي نعم يعني على موضوع الفاقد والتبخر نعم احنا اللجنة عندنا نعم عندنا مهندسين ما شاء الله عليهم ومعنا كمان محامين كمان يغطوا الجانب القانوني بهذا الموضوع نعم اساسا حمايه اعمالكم نعم يعني ما عشان ما نوقع بخطا مع اي شخص ولذلك طب هل اصطدمتوا مع جهه معينه ناس حكى لكم لا وقفوا هذا موضوع حساس بناس تدخل فيه استمالتكم تم ايش يعني انا شخصيا بحكي عن نفسي ما صار هذا الحكي وبتوقع انه كمان ما صار مع زملائي لانه صرنا مجتمعين تقريبا حوالي 7-8 اجتماعات وما صار يعني ولا واحد طرح قال انه والله حكى معنا لانه صراحه الطروح او حدا ما يأثر انه انتم يعني يبدو انه انتم محضرين شغلات كثيره وشغلات حساسه فبالتالي يعني الكلام اللي انا بسمعه يعني عم بنبئني بانه هناك قضايا دسمه وخطيره ستكون بحوزه اللجنه لذلك انا بسال انه وارجو ان يعني يكون احساسي عشان هيك صحيح. احنا كنا حريصين يعني اول شيء اول من تبنى موضوع مكافحه الفساد في هاي البلد سيدنا طبعا اول انسان تبنى طبعا ولذلك احنا حريصين كل الحرص احنا بنقول ان شاء الله انه ما يطلع في شيء بس لكن انت سالتني انا بقول لك في شبهه فساد احنا متى ما تاكدنا من هاي المعلومه من فساد سنقوم بنشرها ما راح نستحي ولا من واحد مما كان الشخصي